طيب وحنمشي كسلا في فقرة بلدنا حلوة نتابعها ونعود. يعتبر شرق السودان من أشهر المناطق في تصنيع السيف والخنجر والشوتل، باعتبار أن هذه الأدوات أو الأسلحة التقليدية من السمات المميزة لأبناء البية دون غيرهم من القبائل السودانية الأخرى. فسوق الحدادين بمدينة كسلا هو الآخر من أشهر الأسواق على مستوى السودان التي تجيد تصنيع تلك الأدوات والأسلحة التقليدية بحرفية تامة. فالخنجر على سبيل المثال من الأسلحة التي اختصت بها قبائل البية، حيث أصبح الخنجر من الأسلحة التقليدية والأدوات التي باتت ملازمة لهم في حلهم وترحالهم. فالتميز الذي عرف به الحدادين بسوق كسلا في تصنيع الخنجر جعل الطلب عليه متزايدا من داخل وخارج السودان، خاصة من بعض الدول العربية الشقيقة كاليمن وسلطنة عمان. ويقول بعض الباحثين في هذا المجال من أبناء البية أن الخنجر يعد رافدا من روافد الثقافة العربية المشتركة الجذور بين عدد من البلدان العربية. هناك تواصل بتاع الجسور يعني ثقافية بين اليمن والسودان وسلطنة عمان وهنا السودان، وخاصة هذا سوق كسلا. هناك يعني خناجر مفضلة عند العمانيين، لأنه بالنسبة لسلطنة عمان الخنجر شعار تقريبا قومي ووطني استعمله الوزراء والسيد السلطان، وعشان كده بياخدوا مننا أنواع يعني من هنا ذات مواصفات عالية، ويضيفوا عليها بعد ذاك الترشيح بالجواهر والفضة والحجارة القديمة. عندك الخنجر من المنطقة بتاعت الرقة شمال غرب سوريا، محافظة الرقة، إلى منطقة تايز جنوب اليمن باب المندب كده، إلى غاية رأس الخيمة في المملكة في أقصى شرق شبه الجزيرة العربية، إلى منطقة يعني بابل في أقصى شمال العراق. كل الاستعمالات في الخنجر قد تكون لها قواسم مشتركة. ده الخنجر طبعا بلغة المنطقة أو البيجة أو العامل الشهيدي يقول عليه هناك معوج، هناك هنجر دي بلغة البيجة عامة يعني، أو صوت الكروف بلغة البن عامر، بلغة البن عامر بدون كروف برضه معوج. ها هاي ها طبعا بتجينا مع بعض الأحيان طلبات من الخليج، عمان واليمن والسعودية، كل واحد بيطلب أشيل جايبينه لي كم مرسوم، أو الواحد بيجيب لي بكلام كده بيوريني كلام وأنا بنفذ له الشغلة من عودة لحد خديدتها. ده طبعا أكتر حاجة بيطلبونها السعودية، ده السعودي براو، الخليج ذاك عمان واليمن وبراو. أما الشوتال فهو ذو خصوصية بجاوية التصنيع والاستخدام، فالشوتال بات علامة بارزة ومميزة لأبناء الشرق عبر التاريخ، وأصبح فيما بعد شعارا لقيادة الشرقية فضلا عن استخداماته القتالية في الحروب وفي الدفاع عن النفس. بعدين ده الشوتال علامة الشرقية، سلاح ده كان مشهور به الزعيم عثمان دقنة. فحقيقة الشوتال أصبح فيما بعد رمز لقوة دفاع السودان اللي هي سودان ديفنس فورسي، أرثة العرب اللي هي أبناء الشرق أبناء البجة، هم المكون الأساسي لأرثة العرب، وكان يستعمل الشوتال واحد من الأدوات القتالية بتاعتهم، وأصبح فيما بعد رمز للقيادة الشرقية في قوات الشعب المسلح. شوتال علامة مميزة لأهل الشرق كلهم الآن، يكفي انه الان هو شعار الولايه كلها. والشوتال يعني بجانب انه يؤدي المهام بتاعه الضبيحه وكده، زمان اهلنا البيجا الاقدم بيستخدموا حتى في الحلاقه، الصلعه دي تحليقه بالشوتال ذاته. فيما يظل السيف سيدا لتلك الاسلحه التقليديه والادوات، فتصنيع السيف على وجه الخصوص يمر بمراحل متعدده وعبر مجموعه من الحدادين المهراء. تبدا عمليه تصنيعه باختيار نوعيه الحديد والذي عاده ما يكون من افضل الانواع. السيف طبعا بنصنعه من الحديد الصلب اللي هو الياي بتاع العربات، وتاني عندك الياي بتاع سكة حديد. الياي سكة حديد ده أجود أنواع الياي طبعا، ياي تمام التمام، ياهو نشقها نصين ونعمل منها السيوف دي. المرحلة أول حاجة تبدأ بالتفصيلة، بعد ذاك بنسحب بسحبوه الصناعي والأسطى سوا، بعد ذاك نروحه
نروح والرواحة ياخذ نار، ياخذ نار عشان شوية يطيعك في الشغل عشان يكون لين طايع. بعد ذاك يعني في حاجة اسمها الترجينة، الترجينة دي النظافة نطلع منه القشرة بالموية. بعد ما نطلع منه القشرة بالموية في زول يبرد نوديه للبراد يبردوا توصلوا لنا المرحلة دي. بعد المرحلة دي عندنا السقاية، السقاية بالزيت، الزيت المحروق بتاع العربات ده عشان يبقى لين طري، يعني لما تتنيه كده يكون راجع محله طري مرة واحد صلب أكتر من أول. بعد السقاية بالزيت ياهو نستعدله في السندالة هنا، بعد ما نستعدله نديه سقاية بالموية. بعد السقاية بالموية برجع تاني للزول الببرد، ببرد ومبرد ناعم، قبل كان بيخشن طبعا. بعد المبرد الناعم يديه صنفرة يبيضه، بعد البياض طبعا ده يكون انتهى منه. هسه يجينا راجع نحن بنعمل فوق البرشم ونعمل فوق العود ونديه للجلادين هناك. ديلك كمان عندهم شغل غايم بذاته، بيقوموا يعملوا له شنو، يبردوه يسنوه، يبقوا السنة سنينة مرة واحد. وتاني بعد ذاك بيقوموا يعملوا له الريشة والقايم، يعملوا له البيت. هسه كده يكون سيف جاهز. ولم يرتبط السيف كثيره من الأدوات التقليدية أو الأدوات السودانية، وهناك العديد من القبائل السودانية التي اشتهرت به. إنما كنتم ده كل ما تاحوا لنا الزمن لحلقة اليوم من صباح الشروق، أتمنىها كانت ممتعة ومفيدة. لنا وليكم أشكركم لحسن الاستماع والمتابعة. نتلاقى إن شاء الله يوم الاثنين الجاي. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم ورحمة الله.